سيادة الرئيس، السادة الحضور، قبل ما نستكمل باقي الفقرات الخاصة بهذا اليوم العظيم لافتتاح مشروع عظيم من المشروعات القومية العملاقة اللي بتشهدها مصر، معانا النهاردة بركة بلدنا من ذوي الهمم القادرون باختلاف، ضيف خاص جداً مهتم ومتابع لكل المشروعات القومية اللي بتتم على أرض بلدنا، على أرض مصر، في كل أنحاء الجمهورية، وكانت أمنيته يحضر افتتاح من الافتتاحات الخاصة بالمشروعات القومية. ويسلم على سيادتك يا فندم. أدهم هشام أبو بكر، تعالى يا أدهم، اتفضل. هنا يا صدق حلمي وبدأ، قالوا عني زمان ما هم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوة، في طريق مشيت واديني سبب. بنشكرك يا أدهم من انت كنت معانا النهاردة في الافتتاح.